منتخب مصر للكرة الطائرة كابتن مي غزال. أهلا بيك يا كابتن مي. أهلا، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي، منورانا ومشرفانا، وألف مبروك البطولة، وألف مبروك تكريم سيادة الرئيس. ربنا يخليك والله، الله يبارك في حضرتك. شكرا كابتن مي. بنكون مبسوطين قوي لما بنشوف شبابنا اللي في القطاع الرياضي اللي مشرف مصر في البطولات الدولية النهاردة بيتكرم من سيادة الرئيس. زي ما احنا بنفرح بيكم في البطولة بنفرح ايضا بتكريمكم من سيادة الرئيس. لكن خليني اسألك النهاردة، لما بلغتي بهذا التكريم انت وزمايلك، ايه كان شعوركم؟ انعكاس ده عليكم في ادائكم بعد كده او في ممارستكم للنشاط الرياضي بصفة عام؟ وبصراحة هو شرف لينا جدا ان احنا نتكرم من خلال سيادة الرئيس ذات نفسه، لان دي اول حاجة، يعني اول مرة نتكرم مع الرئيس. فبصراحة هي كانت لفتة يعني طيبة منه، وحس يعني احنا كفرقة حسينا ان احنا ناخد دورة الألعاب الأفريقية مش كفاية، وان احنا ان شاء الله هدفنا المرة الجاية ان احنا نروح الأولمبيكس او نشارك في حدث حافل اكبر كأس عالم. فحاسه ان دي ادتنا دفعه وتشجيع علينا، وصراحه احنا يعني احنا كلنا مبسوطين جدا بالحدث ده. تمام. كابتن مي، حكي لنا عن رحله الذهب وطموحك والبطولات، كيف بدات؟ احنا في الاول كان عندنا بطوله افريقيا كانت في الكاميرون. البطوله دي لعبنا فيها كينيا، خدنا فيها مركز ثاني. البطوله دي اهلتنا لكاس العالم، دي كانت بداية الطريق. الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب في التصفيات، كانت هنا في مصر. كسبنا بقى فرقة كينيا، دي كانت دفع علينا اكبر ان احنا نكسب كينيا من لاول مرة من 7 سنين. بعد كده لما لعبنا دورة الالعاب الافريقية في غانا، البطولة دي كانت صعبة جدا بصراحة، لان احنا ابتدينا دوري المجموعات خسرنا اول ماتش من تونس، ويعني بعد كده اتحط في طريقنا فرقة كينيا. فرقة كينيا دي اصلا اتأهلت للأولمبيكس دلوقتي في باريس، هي فرقة قوية جدا، فاحنا اتحطينا في طريقها في نصف النهائي. احنا كنا المفروض لو كنا كسبنا فرقة تونس كنا هنقابلها في النهائي، بس احنا عشان خسرنا فرقة تونس قابلنا الفرقة دي في نصف النهائي. فبصراحة كانت ضغطة كبيرة قوي بالنسبة لنا، ان احنا لو اتغلبنا او خسرنا هنلعب على ثالث ورابع، يعني بعدتنا خالص عن الطريق. فاحنا كفرقه دي ما كسبناهاش بقالنا 7 سنين، ومحطوطين في ضغط ان احنا لازم نكسب عشان نلعب على ميداليه. احنا اصلا الماتش ده كانت بدايته وكنا خسرانين 2-0. احنا المفروض الجيمات نكسب فيها 3-0، 3-1، 3-2. ايوه. ففكره البدايه ان احنا نبقى خسرانين من فرقه قويه زي دي، مؤهله للاولمبيكس ومتاهله لكاس عالم وبقالنا كتير ما كسبناهاش، فهي بصراحه كانت مفاجأة. هي مش مفاجأة، يعني هو الحمد لله ربنا كرمنا، احنا تعبنا قوي عشان احنا نقدر نكسب 3-2. احنا عملنا كامباك قوي جدا، فحسينا ان الحلم رجع تاني بقى، يعني الامل رجع من تاني. دي بصراحة كانت من اغلى البطولات بالنسبة لنا، فعشان كده احنا يعني مبسوطين ان احنا بعد التعب ده اتكررنا مع سيادة الرئيس. مستنيين منكم بطولات تانية يا كابتن مي، ومستنيين منكم ميداليات اخرى، وانتم قادرين على تحقيق هذه الميداليات. ربنا يخليك، شكرا. انا دلوقتي معايا كابتن مريم احمد ثابت، كانت معايا في البطوله. تمام. مش لوحدي يعني. كابتن مريم احمد ثابت، نرحب بيها معانا. كابتن مريم، ازي حضرتك؟ الف الف مبروك للبطوله ولقاء الرئيس النهارده، اهلا بيكي. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. خليني يا كابتن مريم ابتدي معاكي برضو استكمالا للحديث اللي قلناه مع كابتن مي، وانتوا النهارده بتستعدوا للبطوله القادمه واستعداداتكم وفرحتكم والدفعه المعنويه من لقاء الرئيس النهارده، شعورك وفرحتك واستعدادك وانعكاس ده كله عليكم. هي طبعا دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا، اصلا احنا نشوف سياده الرئيس ويعني يبقى فخور بينا ويكرمنا، دي حاجه كبيره قوي اصلا معنويه في نفسيه اللعيب، اللي هو اللي احنا بعد التعب ده كله يعني الحمد لله يعني قدرنا نعمل حاجه فعلا، واللي هو الرئيس يبقى فخور بينا. يعني دي دفعه قويه قوي النهارده، كمان انبسطنا قوي صراحه النهارده كمان من التكريم. تمام. محطتنا الجايه فين يا مريم، ومخططكم الجاي فين؟ يعني احنا التارجت بتاعنا دلوقتي ان احنا الحمد لله احنا كسبنا دوره الالعاب الافريقيه دي، بقى لنا اكتر من 17 سنه ما خدناهاش، عشان بتبقى الفرق قويه قوي، ومنافسه كينيا والكاميرون دول كانوا اللي هو ايه الرانك بتاعهم اعلى مننا كتير. صحيح. فاللي احنا خدناها دلوقتي دي دفعه قويه قوي وحاجه كويسه قوي لينا لقدام كمان.
التارجت بقى بتاعنا كاس العالم ان شاء الله واولمبيكس ان شاء الله. بجد يعني حاسه ان احنا نقدر يعني نقدر بجد بعد اللي احنا عملناه ده ان احنا نوصل لحاجات كويسه قوي بعدين ونعلى في الرانك بتاعنا كمان.